السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة مستر كريبتو، فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة بأخبار العملات الرقمية. بالفيديو أصدقائي هتكلم عن عملة شيبا إينو وحلم الواحد سنت. شو بالنسبة لحلم الواحد سنت وكم نحتاج حتى نوصل لهذا السعر؟ طبعا هذا الفيديو هو عبارة عن مقال من شركة جوجل، راح أتكلم عن هذا المقال وراح أعطيكم وجهة نظري. طبعا أما فيش فيديو بتمنى تضغط زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. طبعا أصدقائي، عملة شيبا إينو بالسعر 0.5066 حاليا عندي ارتفاع بنسبة 0.5% بماركت كاب تقريبا 3,899,000,000 دولار، عندي فوليوم يومي 109,000,000 دولار، عندي سيركليتنج سبلاي 589 تريليون قطعة، والتوتال سبلاي هو 589 مليون قطعة، وطبعا ما في ماكس سبلاي للعملة. بهالفيديو أصدقائي احنا نعرف كم نحتاج لحتى نوصل لسعر الواحد سنت حسب مقال طبعا جوجل بيرد، اللي هو الاي اي او الذكاء الصناعي الجديد المنافس لشات جي بي تي الخاص بشركة جوجل. اول أصدقائي خلينا نتكلم عن حلم الواحد سنت، يعني حذف تقريبا 4 أصفار من السعر الحالي حتى نوصل لسعر 0.01. أصدقائي بما أنه الماركت كاب عندي أو سيركوليتين سبلاي الخاص بعملة شيبا إينو 589 تريليون قطعة، فأنا بحتاج لماركت كاب تقريبا 5.89 تريليون دولار كماركت كاب، يعني يوصل ماركت كاب 5.890 تريليون دولار. حاليا أصدقائي الماركت كاب لا يتجاوز 3 مليار دولار، وإجمالي الماركت كاب الخاص بسوق العملات المشفرة لا يتجاوز 1 تريليون دولار أو تجاوز 1 تريليون دولار. حتى توصل عملة شيبا إينو إلى سعر 1 سنت، فأنا بحتاج 5 أضعاف إجمالي الماركت كاب لسوق العملات المشفرة، يعني إجمالي الماركت كاب الخاصة بجميع العملات المشفرة هي 1 تريليون دولار. حتى توصل العملة شيبا إينو 1 سنت، فأنا بحتاج 5.890 مليار دولار كماركت كاب خاصة بعملة شيبا إينو فقط غير سوق العملات المشفرة. فأنا لازم، بما أنه ماركت كاب عملة شيبا إينو تقريبا 3 مليار أو تقريبا خلينا نقول 4 مليار، فهي لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الماركت كاب. فأنت عشان تعرف إجمالي الماركت كاب اللي لازم يوصلوا للسوق العملات المشفرة لازم تضرب عدد 6 تريليون دولار اللي لازم توصل عملة شيبا إينو ضرب 200، يعني السوق العملات المشفرة لازم يوصل إلى ماركت كاب تقريبا 1 زليون أو 1 كوادرليون و200 تريليون دولار، وهذا الشيء مستحيل جدا، وش حلم الواحد سنت أشبه بالمستحيل، إلا بحالة واحدة إذا تم حرق تقريبا 580 تريليون قطعة من عملة شيبا إينو. طبعا إذا تم حرق 580 تريليون قطعة فممكن يظل عندي تقريبا 9 تريليون قطعة، نقدر بهاي السعر نقول إنه عملة شيبا إينو ممكن توصل إلى حذف تقريبا 3 أصفار وبيبقى عندي صفر وحيد لحلم الواحد سنت. لكن حتى إذا تم حرق الماكس بلاي فممكن عدد القطع تنقص من محافظ المستثمرين او يكون في عندي حل ثالث، لكن انا بستبعده بصراحة، لكن هو وجهة نظر لازم نحترمها. يتم انشاء عملة ثانية نفس اسم عملة شيبا إينو بعدد قطع اقل بسعر الواحد سنت، يعني لازم تشتري من العملة بسعر الواحد سنت لكن هي عملة مختلفة عن عملة شيبا إينو الحالية، يعني شركة شيبا إينو تنشئ عملة تانية وتعمل هاي العملة اسمها شيبا إينو كلاسيك، وبتعمل عملة شيبا إينو جديدة بسعر الواحد سنت بعدد قطع أقل من القطع الحالية بسعر 1 سنت. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.